اهلا وسهلا متابعين الاعزاء، نهاركم سعيد. اليوم عاملين لكم لحمه بطحنيه، وعاملين لكم دجاج بطحنيه، وعاملين لكم سلطه بطحنيه. زي ما انتم عارفين اخر فتره كنت صرت استلم الشغله واساوي منها اكثر من طبق، مو شرط انكم تعملوهم مع بعض عشان ما يكون ثقال على المعده، بس احنا بنعطيكم الخيارات عشان تعملوها. اول شيء راح نعمله راح نساوي اللحمه، نقليها شوي، بعدين نحط عليها الخضار وندخلها على الفرن تكمل استوى، واخر شيء بندخل الطحينيه عليها. عندنا هون اخذنا من لحمه تندرلوين، زي ما انتم شايفين لحمه كثير طريه وقليله بالدهون، ما بتاخذ استوى كثير معنا. راح نقطعها مكعبات او شرحات زي ما انتم ايش بتحبوا تقطعوها، قطعوها ما بتفرق معكم. نقطعهم على السريع مع بعض، شوفوا اللحمه ما احلاها، ما احلى شكلها. زي ما حكينا هاي اللحمة ما بتاخذ استوى كثير لأنها عضلة طرية. عندي هون أنا طنجرة بحط شوية زيت فيها خليه يحمى، بنحط بصل. شوفوا اللحمة نقطعها إحنا مكعبات وسط، مش صغيرة عشان بتدوب إذا كانت صغيرة. راح نقطع هاي القطعة لتنتين فقط لا غير، عشانها لحمة طرية زي ما حكينا. بتقدر تعملوها برضو شرحات زي ما انتو بتحبوا. حطينا البصلة مع زيت الزيتون، نحط سنين التوم، قرن الفلفل، ونحركهم عشان ما ينحرقوا، ونضيف اللحمات عليهم زي ما انتو شايفين، ونكمل باقي اللحمة نضيفها عليها. ما راح نلعب بالبهارات أبداً، شوية بهار سادة، ملح، فلفل، شوية من الليمون بعطينا طعم طيب معهم. تتبيلة الطحينية كلها للدجاج أو للحمة أو للسلطة واحد، راح نشتغلها مع بعض. تقريباً عملنا كيلو من اللحم، بدي اياه 3 دقائق فقط، 3 دقائق راح اخليه بالطنجره، بعدين نحطه بالصينيه وندخله على الفرن. عندنا ملح، فلفل اسود، عندي بهار مشكل، بنقلبهم مع بعض. تقريبا 2 لـ3 دقائق بس ياخذوا اللون والطعم. عندي راح نضيف برضه بندوره كرزيه، وراح نضيف بطاطا مقليه. البطاطا قليناها زي ما انتم شايفين نص قليه، عشان ندخلها فوق اللحمه وندخلها على الفرن. مكعبات برضه قطعناها، وراح ندخلها مع اللحمة والخضار جوا. شوية ليمون المعصور، نقلبهم منيح. نعمل احنا عنا صوص الطحينية، عندي هون اللبن، عندي هون الطحينية. راح اعمل الكميه كامله، بس انتم عندكم كل شيء موزع لحاله، كل ريسبي موجود عندكم الكميه تاعته، تقدروا انكم تستخدموها. رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح، راح نضيف الليمون تدريجي، نقلبهم مع بعض. طبعا راح تحتاج معنا ليمون ومي. وبنقلبهم منيح، بنضيف شوية مي، وبنحرك منيح.
وهيك صارت الطحينيه عندي جاهزه والله يستر من اللي جاي. يعطيك العافيه. اليوم جايبين لك ضيفه. اهلا وسهلا. تفضلي. هلا يا ستي، اهلا وسهلا. كيف حالك؟ تفضلي حوراء. يلا الله يخليك يا ميت، اهلا وسهلا. لا يعني كبسه لطيفه. يا ميت اهلا وسهلا. طبعا منكم نستفيد يعني. شو رايك انه كل الاطباق اليوم بالطحينيه؟ خبرينا عن الطحينية شو حيصير طبعاً فينا. طبعا هي الطحينية اساسها زيت السمسم، وزيت السمسم كثير مفيد. اسمعوا ركزوا منيح. بس بدي اقول لك شغله شيف، انا كنت عم تابعك كانه ايدك كريمه بالملح. أيوة. والبهارات. لا قلت لك شيء. شوفي انا يعني من وقت ما بلشت شغل صنعتي كنت اكره لما انا اروح على مطعم او اروح على مكان او بيت اني اجي ارش انا ملح او ارش فلفل، فانا ضليتني فوق الست سبع سنين على ما عرفت بالضبط كل كيلو لحمه كم بده جرام ملح، كل كيلو دجاج كم بده جرام ملح. طبعا احنا في اوقات بنراعي شعور انه في ناس كبار بالعمر او ناس ما بحبوا الملح، بس انا بعطيك الطعم بالضبط بالضبط لاي انسان طبيعي، بعطيكي بالجرام تاع الملح تاعه. عشان هاي هي الشغله تاعتي، ان انا زي ما حكيت وفهمت متابعين دائما تقريبا بكون لكل كيلو لحمه كان مشوي او مطبوخ 11 جرام احنا بنشتغل عليه. نفس الشيء لحمه او دجاج احنا بنتبع هذا الشيء. طبعا اذا انتم ما بتحبوا الملح بتخففوا. طبعا مش ست البيت نحن بدنا نعود الناس انه ما يستهلكوا كميه ملح كثير عاليه، لانه يا شيف نحن يعني ببلد فيها شوب وهلا بارتفاع درجات الحراره بالصيف الجسم بيحبس مي ليحافظ على رطوبته، بتاثر طبعا، والملح بيساهم اكثر باحتباس هيدي السوائل. هلا مش غلط انه نكتر لنعطي طعم بديل لبهارات مثل الفلفل الاسود والفلفل الاحمر. هون شفتي فهي من باب انه نحن نساعد العالم انه ينتبهوا على كميه الملح يلي عم تنضاف بالاكل، لانه في ناس عندها عوايد حطيت او ما حطيت بيحملوا المملحه ويرشوا. بالضبط بالضبط. فحاضر تؤمن خلص احنا راح من يوم طالع راح نخفف الكميه. هي عشان صحة ننزل العالم. بالضبط ننزلنا 3 4 جرام حتى وفينا نعود بالبهارات او الفلفل او الاعشاب مثلا بتعطي طعم كثير طيبه. اوكي حاضر تؤمر امر. حلو، معلومات مهمه يعني اليوم عم تعطينا اياها حوراء، واكيد راح ينتبه لها الشيف. هلا شو عم نعمل يا شيف؟ هسه اللحمات هدول قليناهم هيك تقلايه بسيطه، وراح نحط عليهم البطاطا وندخلهم على الفرن، وبعد تقريبا ربع ساعه راح ايش نعمل؟ نطلعهم ونضيف عليهم الطحينيه اللي احنا عملناها. طيب هسه انت مع الاكل يكون باكلك رز ولا بطاطا ولا يكون ايش مع ايش عندك؟ كثير حلو هالسؤال. شو النشويات يعني؟ انا بس بدي احكي لك شيء، عشان تكون بالصوره. انا بعرف انه موضوع الخبز كثير مش منيح للجسم، بس انا واحد ليش؟ من الناس خليني اعرف ليش. انا ليش؟ انا بصيبني تعب. انا أوكي. بعد ما اكل الخبز بتعب فعليا، بحس حالي اني انا تعبت. لانه في سكر. صح. ولانه هو من النشويات البيضاء، بالنهايه نشويات البيضاء بدها تتحول لسكر، وما في بقلبه الياف الا اذا كان خبز القمحه الكامله او منضاف له شويه بذور. وفي ناس وبدي خبرك شغله على موضوع الخبز وليش هلا كثير منتشر موضوع التحسس تجاه القمح والخبز، لانه القمح ما عاد عم ينزرع بالطريقه الصحيحه. معظم القمح يلي موجود هلا بعالمنا هو قمح مهجن. يعني تم التدخل بزراعته، تم التدخل بتركيبته الجينيه، واجسامنا ما عم تكون مرتاحه يعني لهيدي. صحيح، ما عم تكون مرتاحه لهيدا النوع من التعديل الجيني بالارز، وطبعا يعني كمان بالذره وبكثير شغلات. سالتني عن البطاطا وعن الخبز، اكيد او البطاطا والرز عفوا، اكيد البطاطا افضل. هلا هن اثنيناتهم نشويات. أوكي. اخر شيء بالجسم ومن ناحيه السعرات بيتشابهوا كثير. اخر شيء بالجسم هن بده يتحولوا سكر. يتبسطوا ويتحولوا سكر، ولكن البطاطا فيها قيمه غذائيه كثير عاليه من ناحيه المعادن والبوتاسيوم، وفيها شويه مي اكثر. هلا كمان لا يقل شانا الرز، في بقلبه شويه امينو اسيدز بس بنسبه كثير قليله. من ناحيه المؤشر الجلايسيمي يعني ارتفاع مستوى السكر بالدم، البطاطا ما بتسبب ارتفاع بمستوى السكر بالدم مثل الرز. الرز اسرع ولكن يعني هيدا ما بيكون كافي لتقولي للعالم ما تاكلوا رز كله بطاطا، انه بشكل طفيف جدا. بس يعني طب انا هسه انا كيف بدي ابلش اغير من عاداتي هاي اليوميه فعليا؟ اذا انا
لازم مرة واحدة للجسم ولا شوي شوي بزبط معي أنا عشان أكون بالصورة؟ أنت عن شو عم تحكي؟ عن خسارة الوزن؟ عن تخفيف النشويات؟ بالضبط، تخفيف النشويات، تخفيف النشويات أو الخبز. يعني أنا الخبز حكيت لك بحس حالي زي الضايع، بس بعد ما آكل بضيع. طب ايش اسال؟ ايش يعني الحل؟ انت عارف انه في مشكله؟ طبعا 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 طبعا. بس اذا ما اكلت خبز ما راح يصير شيء. على فكره الخبز هو بدعه، نحن معودين بعالمنا العربي بنحب نلف بالخبز وبنحب نغمس بالخبز، بس نحن فينا ما ناكل خبز. تعودنا من نحن وصغار. صحيح. يمكن صحيح. حتى يعني الساندويتش اللي بنعملها هيك بالليل. انا برايي انه ما ضروري تاكل خبز. خبز اذا انت عم تنزعج منه، فيك تروح على الرز او البرغل او الكينوا او البطاطا. اكيد البرغل والكينوا افضل. بس بهالاثناء كمان ما نعرف الشيف شو عم بيعمل. انا هسه بدنا نعمل الدجاج هون. راح نقليه شوي، بعدين راح احط عليه اصابع البطاطا، راح احط عليه الباذنجان وادخله على الفرن، بعدين احط عليه شويه البطحينيه اللي احنا عملناها اخر شيء، بتتحمر هيك تاخذ لون تحميره. ان شاء الله. ايه بس الطحينيه انت عملتها ولا جبتها طحينه جاهزه؟ لا لا، طحينه جاهزه بس انا اللي كسرتها. طبعا هي من السمسم. لا يعني السمسم كسرتها. سمسم وطحين. بالضبط بالضبط. يعني في كثير ناس بفكروا انه بس سمسم لحاله. يعني انا في عندي ناس بيكونوا بدهم يتبعوا برنامج الكيتو بيتفاجئوا انه ما فيهم ياكلوا طحينه، بقول لهم انا ما طحينه هي عباره عن زيت سمسم مع طحين. مع واللي عندهم جلوتين انتولرنس او اللي عندهم سيلياك ممنوع ياكلوا طحينه، لازم يلتفتوا لهذا الموضوع. في من في ناس عندهم الحساسيه صح؟ صحيح صحيح، بدهم ينتبهوا انه الطحينه فيها قمح. هي من القمح. اليوم استثناء اطباق الشيف خالد، اليوم كلها بالطحينه. نحن ضوينا على كم شغله بس ما في شك انه الريحه بتشهق. شفت يعني بتضل الريحه هي الجواب لكل الاسئله. في شيء كمان كثير لفتني هو انك نوعت بالوان الفلفل. الفلفل بيحتوي على ماده اسمها الكابسياسين، من اقوى مضادات الاكسده. الفليفله بتحتوي على نسبه عاليه جدا من الفيتامين سي، يعني انت مش بحاجه لكبايه عصير ليمون لتاخذ احتياجك من الفيتامين سي، بيكفي انك تدخل الفليفله يعني على الاكل. شو رايك اليوم يعني اجت معلومات؟ خلينا عندك معلومات. بدي اكمل المعلومات يعني الطيبه هاي الحلوه. كل التفاصيل اليوم اعطيتك معلومات. بنتشكرك. نحن بنتشكرك حوراء، وطبعا شكرا لك شيف.